بكلمات مؤثرة نعى الفنان رشيد الوالي الراحلة خديجة أساد ونشر صورة لها عبر صفحته الرسمية على موقع انستغرام وأرفقها بتدوينة جاء فيها: بلغني الآن خبر محزن جدا، وفاة الفنانة والمحبوبة خديجة أساد ببيتها بالدار البيضاء على الساعة 11:30 ليلا بعد معاناة مع السرطان. لا أعرف ما أقول وكيف أنعي خبر وفاتها، لأن خديجة أساد أكبر من أن أجد كلمة واحدة تفيها حقها. وأضاف الوالي: سنين من العطاء رفقة زوجها رحمه الله سعد الله عزيز، أضحكتنا بأعمالها بروعة أسلوبها في التشخيص في فن التعامل. كان آخر عمل اشتغلت معها فيه هو قصارية أوفلا، والذي بالرغم من المرض الشديد لبت النداء وقامت بدور شرفي رائع. وتابع الوالي: هي مثال لجيل من النساء المغربيات القادرات على التوفيق بين الفن والأمومة والمسؤولية، ومن الممثلات واللاتي أبدعنا بالرغم من قلة الإمكانيات، أسعدت كل المغاربة في كل العالم. فجولاتها رفقة الفرقة المسرحية كانت لشهور تجول وتصول وتحصد الحب والاحترام في كل مكان. وختم رشيد الوالي تدوينته قائلاً: عزائي لعائلتها الصغيرة، ابنها وابنتها، ولكل المغاربة وصديقات الممثلات الوفيات واللاتي وكبنها حتى آخر لحظة، الله يجازيكم بكل خير. رحمها الله ورحم سعد الله وكل أموات المسلمين، وإن لله وإن إليه راجعون.